رشا ابو العزم, program coordinator UN Women Egypt. I'm responsible for the men and women for gender equality program. The idea of this exhibition today was born out of the images research, the International Men and Gender Equality Survey. One of the main themes was fatherhood. We're trying to shed light on the positive role models of men in particular roles in society. The father role model was one of our main themes, and within the campaign called Because I'm a Man, we are trying to give birth to parallel ideas such as Because I'm a Father and shed light on that. This has been a collaboration with a number of artists, male artists, that in themselves are champions of our cause. This is the first program where we target men as main partners in this initiative to achieve gender equality. And it's a celebration of really the positive role models of men in society, including the celebration of Father's Day in June. This will be also displayed in another event as part of the Swedish supported program in celebration of Father's Day. المعرض ده عبارة عن collaboration بين الـ UN Women في مصر وبين سوما Art School Academy. فالـ collaboration جت بينا وبين بعض إن إحنا عرفنا ننظم المعرض للـ UN مع الـ UN Women. عملنا consultation مع 10 فنانين و 1 photographer, وطلعنا بالمعرض اللي موجود النهاردة اللي إن شاء الله يبقى فيه continuation بعد ما نخلص هنا إن شاء الله يبقى الدنيا ويتعرض فيه. أنا اسمي هبة المعاز, أنا بدير سوما للفنون المرئية. إحنا عندنا شقين, عندنا الأكاديمية الفنون, إحنا بننظم ورش فنية للكبار والصغيرين, وكمان بننظم معارض مينلي بندعم الشباب عشان عايزين ننشر فكرة الفن المعاصر. كنا مهتمين قوي فإحنا بنختار فنانين بتوع لإني أب إن هم يكونوا من أجيال مختلفة, لأن أنت في الآخر بتمثل مجتمع ولازم تكون يكون عندك وجهة نظر الفنانين مختلفين من أجيال مختلفة. يعني أنا اسمي حلمي التوني, فنان تشكيلي بسام وبرسم للكبار وللصغار. أبطال لوحاتي الزيتية كلها نساء. ففكرت وبعدين تذكرت بما أن المعرض عن الأب ودور الأب في المجتمع أو في الأسرة أو دور الرجل عموما, فاكتشفت أن أنا عندي كتاب مثير ونجح نجاح فظيع اسمه بابا جاي إمتى, وهو مبني على غنوة شهيرة شعبية يعرفها كل الناس العواجيز شوية ويمكن الأصغر يعرفوها أيضا, بيقول فيها بابا جاي إمتى, جاي الساعة 6 راكب ولا ماشي, راكب بسكليتة بيضة ولا حمراء, بيضة زي القشطة والسعود السكة وضربوا له سلام. إذن هذه الرسالة بتقول إن الأب له دور مهم. أنا اسمي كريم الحيوان, مهندس معماري ومصور, وتعاونت مع سوما ويونايتد نيشنز على معرض لإني أب. بعمل فوتوغرافي في وسط احنا 11 فنان عارض. بص, هو فكرة المعرض سهل, يعني هي سهلة ومش سهلة, هي مشاركة الأب في البيت ومستوحاة من الحجج, لأن هو كلنا بنتحجج وكلنا بنقول دايما حجج سهلة وسهل يعني التصليح بينها, يعني انه نلغي كلمه مش. لو تاخد بالك هتلاقي على اللي مكتوب كله المش هي اللي مستخبيه, والعكس هو اللي المفروض يحصل هو اللي ظاهر, اللي هو لا ده طبيعي, لا ده مهم, لا ده المفروض يتعمل.
انا اسمي عمر الفيومي، فنان تشكيلي مصري. والفكره الناس حكوا لي عن الموضوع، اعمل لوحه عن الاب او العلاقه بين الاب والعيله يعني. فانا شايف ان الاب والام حاجه يعني الاثنين بيكملوا بعض، ما ينفعش تفصل ده عن ده وتقول الام او تقول الاب، لازم الاثنين يبقوا مع بعض والعيله كلها على بعضها، الام والاب والاولاد وقرايبهم، كل ده يعني كل ده بيدخل بنفس التركيبه بنفس التكوين. لو في خلل في اي حته فيهم هتبقى بايظه المنظومه كلها. Such lovely work, and I would love to extend this to all artists of all types, not just arts on the walls, but maybe sculptures, but maybe movies, but maybe all kinds of art, music, opera, everything. We really need to make a wake-up call, a strong wake-up call. There's no difference. We're in 2018. We can't still be bringing up young generations with the same concepts and same difficulties that we have gone through. So thank you very much, and I wish you all the best of luck.